طيب خلونا بقى حضرات نشوف ونتعرف مع حضراتكم على مجموعة من التمرينات الجديدة هيعرفنا عليها كابتن أحمد عوض وهو مدير جيم النادي الأهلي بالجزيرة. هنشوف معاكم هذا التقرير ونطلع فاصل ونرجع بقى عشان نستقبل حضراتكم في أولى فقراتنا الحوارية. تابعوا معنا اتفضل. صباح الخير على المشاهدين وجماهير الأهلي العظيم. النهاردة هنعمل تمارين للناس بقى اللي عايزة تخسس الدراعات وشايفة إن هي عندها مشاكل في المنطقة دي والمنطقة دي، إزاي نخس. في معلومة الأول مهمة قبل ما أنا أفكر أخس إزاي من الدراعات، اعرف ان التمرين ما بيخسسش، اللي بيخسس واللي بيتخن هو الاكل. اظبط اكلي كويس، اكل اكل صحي، اكل نظيف في مواعيد مظبوطه، هو ده اللي هيخسسني. لكن التمرين بيعمل ايه؟ بنقطع الالياف العضليه اللي في المنطقه دي عشان لما اكل تتغذى الالياف دي، تقوم العضله دي تكبر اكتر او تقوى اكتر. هي مش هتكبر، هي بتقوى اكتر، فلما بتقوى بتحرق الدهون اللي حواليها او الدهون ما بتروحش تتخزن عندها، فبيحصل عندنا منطقه الشد اللي هنا، يبقى عندنا شيب في المنطقه دي وجسمي يكون مظبوط، فبخس من المنطقه دي عشان الدهون ما تتكونش عندها. دي اهم حاجه من ان احنا بنتمرن، عشان ما اتمرنش ولخبط في الاكل واقول ما بخسش ليه. هخس لما اظبط اكلي. تمام، يلا بينا نبدا. طبعا احنا هنعمل نسخن الاول كويس قوي زي ما قلنا قبل كده، لازم نسخن جسمنا لمده 5 دقائق تمارين حركات في المكان، وبعد كده نبتدي نعمل تمارين للمنطقه او تسخين للمنطقه اللي احنا هنتمرنها. اول حاجه المنطقه دي فيها مفصل الكتف، فالمفروض اسخن كتفي. هبتدي اسخن كتفي الاول 30 ثانيه دوائر لورا، بعد كده 30 ثانيه دوائر لقدام. ممكن نبتدي واحنا موجودين دلوقتي، يلا مع بعض. ها تشجع، بعد كده ارفع ايدي جنبي وانزل تاني كده. بسخن المفصل اللي انا هلعب حواليه علشان ما يجيلوش اصابه من التمرين. في تسخين عام اللي احنا قلنا عليه هنسخن لمده 5 دقائق حركات، في تسخين خاص للعضلات اللي انا هحركها او هعمل لود عليها. لقدام، لورا، كل ده حركه 30 ثانيه. بعد كده ايزي من غير اي حاجه، مفيش اي اوزان في ايزي. ممكن اقفل بقى قبضه ايدي كمان عشان اشجع ان الدم يجي في المنطقه دي. بعد كده لورا عكس الجاذبية، كروسات كده. بس انا بسخن المنطقة اللي انا همرنها. الاول سخنت جسمي كلي، بعد كده دلوقتي هسخن المنطقة اللي انا همرنها بس. ابتدي امسك اي وزن، اي مقاومة متوفرة قدامي همسكها، بس المهم ان الاتنين يكونوا قد بعض عشان ما فيش عضلة تبقى اقوى من عضلة او ان انا اثر على المنطقة اكتر من منطقة. هنبتدي نعمل تمرين خفيف خالص. اهم حاجه الوضعيه بتاعتي وانا واقف، كعب رجلي تحت كتفي، انزل سنه لتحت عشان ما احملش على ركبتي، ظهري لورا، بطني مشدوده كده. انا بشغل العضلات دي على وضعيه الثبات، وبعد ايدي من جنبي تطلع لغايه هنا. 30 عده، 2 4 عد لغايه 30. خلصت 30 كده هخش تاني 30 كده، طلع النفس وانا طالع لفوق. بعد كده انزل كيك باك 30 لورا، كوعي يبقى جنب جسمي، برفع لفوق وانزل تاني بالراحه مع النفس. ركز النفس بطلعه امتى؟ ركبتي. خلصت 30، هرجع تاني اعيد نفس الحركات، حاجه سهله خالص اهو. تاني 1 2 بس هنعملها لغايه 20 عده. اول مره كانت 30، تاني مره 20. هنعملها زي السيركت كده محطات، دي المحطه الثانيه 20 عده. خلصنا ال 20، المحطه الثالثه كيك باك، نفس برضو 20. نرجع اخر محطه تاني، نبدا من الاول السيركت 10 عدات بقى دلوقتي. يبقى الاول 30، بعدها 20، بعدها 10، 10 عدات برضو جانبي، بعد كده 10 عدات كيك باك. هاخد دقيقه راحه واشرب ميه واعيدهم تاني. بعد الدقيقة هعمل 30 عدة، بعد كده 30 عدة جانبي، بعد كده 30 عدة كيك باك،
وارجع 20 وبعد كده 10 واخد دقيقه راحه وبعد كده اكررهم تاني. كده يبقى احنا اشتغلنا على المنطقه بتاعت الاماميه اللي هي البايسبس والجانبيه اللي في منطقه الدراع والمنطقه دي. يبقى انا النهارده عملت لود بس على كل المنطقه دي. ده اللي عايز يخس او عايز يعمل شيب حلو في منطقه الدراع. مع مجموعه مفيده الحلقه اللي جايه ان شاء الله.